شكرا، الله يبارك فيك. الاول زي ما اعلنا النهارده عن الهويه الجديده بتاعت منصه واتشت، كنا حريصين جدا ان احنا نقدم واتشت بشكل جديد ونعوض الحاجات اللي كانت ممكن تكون مفتقداها، اهمها كانت الهويه السمعيه زي الموسيقى. فاحنا النهارده قدرنا يكون عندنا ميوزك سيجنتشر زي ما بيتقال، تقدري تعرفي في اي وقت لو البيت ده فاتح واتشت ان ده واتشت من غير ما تعرفي ان هو فاتح واتشت. فدي حاجه كنا حريصين جدا عليها. تطوير الشعار او تصميم الشعار بتاعنا مستوحى من العالم الرقمي، لان احنا دلوقتي كلنا بنعيش في عصر التطور التكنولوجي والعصر الرقمنه، وبالتالي كنا حريصين ان الشعار يعكس المنصه الرقميه واسم المنصه ان هي واتشت. الحاجه طبعا اللي كنا كلنا مفتقدينها كمان هو تطوير المشغل، فقدرنا الحمد لله ان احنا نقدر نضيف خصائص مختلفه للمشاهد عندنا على المنصه، بحيث يستمتع بتجربه فريده سواء في محرك البحث سواء في التصميم، فيحس بسلاسه وهو بيستعرض كل حجم الاعمال الكثيفه اللي تكون موجوده عندنا. بالاضافه ان احنا قدمنا حاجه كان برضو الناس كلها بتطلبها اللي هي اكتر من جهاز، فاحنا عندنا اشتراك باقه جهاز واثنين جهاز او ثلاث اجهزه على مدار الشهر، ودي كانت حاجه مهتمين جدا انها تكون متاحه لكل المستخدمين معانا. هنتكلم عن الحاجه المهمه اللي في التطورات، الهويه، وان هي منصه خاصه باعمال ماسبيرو والتلفزيون المصري واللي مرتبط بيها قوي زي ماسبيرو زمان. ايه اكتر حاجه ممكن نقدمها من خلال المنصات؟ اعمال دراميه، افلام ابيض واسود، افلام نادره، اعمال فنيه نادره مش بنشوفها في القنوات. طيب احنا من خلال الشراكه اللي احنا عملناها ونجحنا فيها ومكملين معاهم ان شاء الله مع الهيئه الوطنيه للاعلام، وطبعا بنعتز بيها، هي مكتبه ماسبيرو. فاحنا بناخد من اعمال ماسبيرو بنعرضها عندنا بشكل متطور بشكل تكنولوجي جديد، اتمنى ان هو يعجب الناس لان احنا فعلا مقدمينه بشكل جديد، سواء مسلسلات او الافلام القصيره او الافلام حتى الوثائقيه او الفوازير وسهرات التلفزيون بتاعه زمان اللي كلنا اتربينا عليها. واحنا كنا حريصين ان احنا نعقد الشراكه ديت للمحافظه على التراث، مش هقدر اقول المصري بس، ده التراث العربي كله، لان كل المنطقه العربيه اتربت على مكتبه ماسبيرو والتلفزيون المصري، وبالتالي كنا حريصين ان الاجيال اللي جايه يكون عندها فكره مصر والرساله بتاعتها القويه كانت ازاي، وان شاء الله عامله معانا ازاي بالاعمال الاصليه الجديده اللي احنا هنقدمها على المنصه. داخل علينا رمضان، ورمضان مرتبط جدا بالدراما المصريه في الجمهور وبينتج دايما اعمال فنيه جديده. هل هنقدم اعمال جديده ولا هنقدم الاعمال التراثيه من ماسبيرو في شهر رمضان؟ طيب احنا ان شاء الله معانا كل اعمال المتحده للخدمات الاعلاميه، وطبعا ده لازم انوه عن دعم الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لواتشت باعتبارها احد الشركات الخاصه بيها، واهميه ان او الايمان العالي بان المنصه دي اللي هي الهويه الرقميه بتاعت مصر، وده زي ما بيقولوا المستقبل، التكنولوجي كلها هي المستقبل. فطبعا احب اشكرهم على دعمهم وان احنا معانا اعمال حصريه ان شاء الله في رمضان. بالاضافه لده احنا كواتشت هيكون عندنا برنامج حصري خاص بالطبيخ بس بشكل متطور بيتواكب مع التطور التكنولوجي اللي احنا بنتكلم عنه. مفاجاه المشاهد والمتابع لواتشت في العيد، في العيد هيكون عندنا لاول مره في تاريخ واتشت فيلم مباشره من السينما مستحوذين عليه بشكل حصري في العالم مش بس في المنطقه، هيكون معانا في اول ايام العيد ان شاء الله. واحب انوه ان ابتداء من بكره هيكون معانا اول اعمال الاصليه، مسلسل تحقيق هو ليه علاقه بالاثاره والتشويق، فان شاء الله يستقطب عدد كبير من الشباب باذن الله ويعجبهم. نشكر حضرتك جدا. شكرا ليك.